أرسل إلينا مضمونه أن كثيرا ما ينقل من خلال المنبر الحسيني حوادث وأحوال تنسب إلى الإمام المعصوم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعبر عنها بلسان الحال، فما هو حكم ذلك من الناحية الشرعية؟ الجواب على ذلك، في الواقع تواجه الحوادث التاريخية خصوصا السيرة النبوية وحادثة كربلاء مشاكل حقيقية في إثباتها أو إثبات أحداثها التاريخية، ولذلك هناك عدة اتجاهات في إثبات تلك الحوادث والأحداث، ولا يخلو الجميع من إشكالات في الجملة. فما يذكر من السيرة لا يتصور القارئ والسامع أنها مسلمات تاريخية أبدا، إلا النادر منها، إلا أصل الحوادث تكون مسلمات، وأما التفاصيل فهي محل إشكاليات كبير. ونفس المشكلة تواجه أحداث وتفاصيل ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل يمتلك أهل العلم في الواقع الجرأة في تحقيق الأحداث بعد أن أصبحت بمرور الزمن من المسلمات، ويستدل عليها بما يسمى بالذاكرة الشيعية والعقل الشيعي والمتشرعي والعقلائي، التي في الواقع هي جملة من المتخيلات والتوهمات والإسقاطات الذهنية على الواقع التاريخي؟ ولذلك يشترط في صحة نسبة أي حدث من الأحداث أو قول من الأقوال إلى المعصوم أو إلى أي شخص في في التاريخ أو في زماننا الحاضر، يحتاج إلى عدة أمور. أولا، أن يكون الكتاب الذي يعتمد عليه أو الذي ينقل عنه الخطيب كتابا معتبرا، بمعنى أن يكون له أصل تاريخي معروف. أما الكتب المنسوبة في الواقع لا قيمة لها إلا إذا وردت مضامينها في كتب أخرى معتبرة، فيكون الاعتبار لتلك الكتب وليس لها. من قبيل مقتل أبي مخنف، اللي هو أقدم مقتل للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن الموجود بين أيدينا هو كتاب منسوب إلى أبي مخنف، وإن كان التاريخ يذكر أن له مقتل. صحيح أن أبي مخنف له مقتل كتبه، ولكن لم يصل إلينا. النسخة التي بين أيدينا ليست هي النسخة التي كتبها أبو مخنف. وهكذا من قبيل كتاب سليم بن قيس الهلالي، فنحن نعلم أن له كتابا، والرجل بناء على المشهور ثقة، ولكن الكتاب المنسوب إليه والموجود في زماننا لم يثبت أنه نفس الكتاب الذي ألفه سليم بن قيس الهلالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن تكون الرواية صحيحة، ومرادنا من الصحة ليس المصطلح الرجالي المتداول وهو صحة السند، لا، لأن مبنى سماحة السيد الحيدري دام ظله يعتمد على التصحيح المتني للرواية، بمعنى أن تكون الرواية في مضمونها غير مخالفة للقرآن والمسلمات العقلية والحقائق التاريخية والعلمية. وصحة سند الرواية لا يمثل في ميزان قبول الرواية إلا قرينة بناء على مبنى جمع القرائن الذي يعتمد عليه سماحته. فحتى لو كانت الرواية صحيحة السند ولكن مضمونها مخالف للقرآن أو للمنطق العقلي أو العقلائي، فلا يؤخذ بها. ثالثا، النقطة الثالثة، أن تكون الروايات التي تنقل عبارة عن أحداث تاريخية أو تاريخية حسية، وليست أمور حدسية واجتهادية، وليست منامات أو كشفيات قلبية، فإن هذه الأمور لا قيمة لها ما لم تقترن بالأدلة، بل رأينا أنها ليست حجة حتى على أصحابها ما لم يقيموا ويثبتوا دليلا عليها. لماذا قد تسأل تقول لماذا؟ لأنه عادة ما تقترن هذه الأحداث وهذه الكشفيات بالعاطفة والحماسة والتخيلات الواهمة، فيتوقعها الإنسان أنها حقائق أو مكاشفات. وكثير مما نسب إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وآل الحسين عليهم السلام كان من هذا القبيل، من قبيل احتضار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام 3 مرات يوم كربلاء، وهذا ما هو متداول على ألسنة الخطباء، ولكن لا مستند تاريخي لهذه الرواية. ومن قبيل أيضا قطع علي الأكبر ولد الحسين عليه السلام لرأس بكر بن غانم، وغير ذلك مما ينسب إليهم وهو ليس من الأحداث التاريخية أبدا. أما ما يسمى بلسان الحال لا بلسان المقال،
الذي اتخذه أغلب الخطباء في الواقع ذريعة للكذب ولإلصاق الأحداث المتخيلة لاستدرار دموعي وعواطف الناس، مع احترامي لجلي ولكثير الخطباء لا سيما المحققين منهم والمتتبعين، وطالما أن الغاية شريفة في نظر بعضهم وهي البكاء أو الإبكاء، فلا ضير أنه من أن يتخذ الإنسان أسلوب الكذب وسيلة لإبكاء الناس. يعني فهم من قبيل قول القائل أن إننا لا نكذب على النبي، لأنه ورد في الحديث أنه ستكثر علي الكذاب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال نحن لا نكذب على النبي، وإنما نكذب للنبي لربط الناس بالدين، لتقوية أواصر الإيمان والمحبة بين الناس وبين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنقل بلسان الحال إن أريد منه النقل بالمعنى مع صدور الحادثة تاريخيا وثبوتها، فهذا مما لا إشكال فيه شرعا، حادثة واقعة وموجودة وصحيحة من الناحية التاريخية وهو ينقل معناها، فهذا النقل لا إشكال فيه من الناحية الشرعية. وإن أريد به لسان الحال هو نقل مقتضيات الحادثة وحيثياتها الطبيعية وما يفعله كل إنسان بدافع بشريته وما تفرضه ثقافته العرفية من بكاء وصريخ وتفقد لحال الموتى أو السعي لإنجاده، هذا مما لا إشكال فيه أيضا، ولكن يشترط في هذه الحيثيات التي يذكرها الخطيب أن يحرز هذه المقتضيات من خلال القرائن التاريخية، وعادة ما تشكل هذه المقتضيات في الواقع قرائن حالية متصلة ولها اعتبارها في الميزان الفقهي والتاريخي، ولكن في الواقع ليس كل خطيب قادر على استكشاف هذه الحيثيات الحالية، لأنها تعتمد على سعة مطالعة الخطيب التاريخية واعتماده المصادر الموثوقة والتحرج في الدين وقوة التحليل ومعرفته بالملاكات والضوابط الشرعية والعقدية والأخلاقية. فإذا خالف لسان الحال هذه الضوابط وهذه الملاكات فهو دليل على بطلان ما ينقله، كما أنه أكثر من ذلك مشكلة الإثبات التاريخي لكثير من الحوادث تشكل أحد العوائق الكبيرة أمام استشفاف لسان الحال. ولذا كثير مما نسمعه من حوادث يرويها الخطباء وفقهم الله تصنف في باب الكذب على المعصوم والإساءة إليه والكذب على أهل بيته ونسبة أمور غير ثابتة، وهكذا الكلام فيما يعبر عنه بأنه تصوير أدبي للحادثة. بعض الخطباء يقول هذه ليست حادثة وإنما أنا أصور هذه الحوادث التي جرت عليه، فهو تعبير آخر عن لسان الحال، فيأخذ نفس الحكم الذي ذكرناه. ولذا أقل ما ينبغي أن يتمتع به الخطيب أن يكون محققا في أحداث الثورة الحسينية أو ناقلا لكلمات المحققين، وما نراه في واقع الخطابة هو النقل العشوائي الذي يفتقر إلى الإثبات التاريخي والمصادر المعتبرة، وقد تلقى الناس مع شديد الأسف منهم هذه العشوائية بنحو المسلمات، فأصبحت عقبة أمام المحققين من العلماء وبعض الخطباء. أي واحد يريد يحرك هذه المسلمات وهذه النقولات التي لا أصل لها يتهم بأنه يريد ماذا؟ أن يتآمر على القضية الحسينية وأن يضعف القضية الحسينية في نفوس الناس. ولذلك يحتاج الخطباء إلى حسين يصحح أفكارهم قبل أن يصحح أفكار الأمة، بعد أن أصبح خراب ثقافة وفكر الأمة على أيديهم. وكلامي طبعا ليس عاما لجميع الخطباء، مع احترامي لجلهم، فالمنبر في الواقع يعتبر من أهم مصادر توعية الناس وتزويدهم بالعلم والمعرفة، وأكثر الناس حقيقة لا تجلس تحت منابر العلماء ولا تحضر دروسهم، وإنما تحضر مجالس الخطباء. لذا يتحمل الخطيب مسؤولية كبيرة في التثبت وتسخير المنبر لأغراض الدين خاصة، والنأي به عن الأغراض الدنيوية والنيل من الآخرين والتعريض بهم. وحقيقة لو رجعنا إلى التاريخ نجد أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قد رسم للخطباء منهجا ومسارا للخطابة، حينما قال ليزيد ائذن لي أن أرتقي هذه الأعواد لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلوس أجر وثواب. فلا بد أن يعتمد الخطاب الديني
على هذين الركيزتين الأساسيتين، رضا الله تبارك وتعالى أولا، وما فيه نفع الناس ثانيا، وتحديثهم وتطويرهم وتنميتهم علميا وثقافيا ومعرفيا. لهذا الغرض سخر المنبر الحسيني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الخطباء لأداء هذه المسؤولية بأكمل وجه، وحفظ هذه الأمانة وصونها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. مكتب سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري دام ظله.